صباح الخير يا شباب، سامعيني كويس؟ سامعين حضرتك. طيب دكتور تمام. بصوا، يا ريت بقى كل واحد يكتب اسمه في الشات. احنا خلصنا الشابتر 1، هناخد شابتر 2. وشابتر 1 انا نزلته على جوجل كلاس ونزلته على الواتساب كمان جروب، وشابتر 2 نفس القصه، هتلاقيه نزل الكورس. كنا احنا بنقول هيومن كمبيوتر انتر اكشن، الشابتر ده هنخلصه النهارده بقدر الامكان. هو 90 سلايد بس هنحاول نخلصه. اذا ما خلصناهوش هنعمل لينك تاني ونشتغل لحد الساعه 12 لحد ما نخلصه ان شاء الله. هو شابتر بسيط خالص لانه بيتكلم عن اساسيات الكمبيوتر، وطبعا كلها حاجات احنا عارفينها اصلا، فهنجري فيه شويه عشان نخلص ال 90 سلايد. 90 رقم كبير، فمطلوب ان احنا يعني نسرع شويه. انا عايز اخلصه النهارده في المحاضره دي باذن الله يعني، وان ما خلص يعني اذا ال 40 دقيقه خلصوا هناخد 40 دقيقه كمان ان شاء الله. شابتر 2 بيتكلم عن الكمبيوتر. الكمبيوتر هو يعني كلام بسيط خالص، مكون من انبوت ديفايسز واوتبوت ديفايسز، وبيعرف لي مثلا حاجه اسمها الفيرشوال رياليتي. في بعض الكومبوننت بتنفع في الفيرشوال رياليتي زي الهيد ماونت ديسبلايز. في بعض الحاجات بيبقى بتعمل حاجه اسمها فيزيكال انستراكشن زي الساوند والبايو سينسنج. برضه الكمبيوتر بينتراكت مع الورق لما تبقى برينتر او سكان. ميموري هنعرف يعني ايه الميموري والبروسيسنج، السبيد بروسيسنج والنتورك، كل الحاجات دي هنعرفها في الباوربوينت ده او في الشابتر ده. بيقول لك انتراكتنج ازاي بتنتراكت مع الكمبيوتر. To understand the computer, human computer interaction يبقى لازم ال human بيتكلم مع الكيبورد، وبعد كده الشاشة بترد على ال human. وممكن انا ابعت، يعني زمان كان في input، ممكن ان انا اعمل input بورق، حاجة اسمها بانشد كاردز كده. ما كانش في كيبورد زمان على فكرة، ما كانش في كيبورد اصلا. كنا بنستخدم حاجة اسمها بانشنج كاردز، تكتب على البانشنج كاردز البروجرام اللي انت عايز تدخله، هو ياخده ينفذه ويطلع لك برضه على بانشنج كاردز. لا في كيبورد ولا في شاشه. دلوقتي بقى في ايه؟ بقى في كيبورد اللي هي تعتبر ديفايس حديثه بستخدمها في 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 ادخال اللي انا عايز ادخله للكمبيوتر، والشاشه بترد عليا سواء بالصوره او الصوت لو انا عندي ساوند سيستم. تيبيكال كمبيوتر سيستم، اي كمبيوتر سيستم، انواع الكمبيوترز بيبقى فيها سكرين، مونيتور، ويندوز. دي مكونات الكمبيوتر عموما يعني. في ايا كان، اذا كان ديسكتوب او لابتوب او بي دي اي، كلها كمبيوترز. اي جهاز فيه سي بي يو يبقى ده كمبيوتر، سواء موبايل او ايباد او تاب او حتى مثلا ريسيفر بتاع ديش، ده كمبيوتر بس بنسميه ديديكيتد كمبيوتر. How many computers in your house؟ هتلاقي كتير يعني، الريسيفر، الموبايل، ممكن تلاقي بروسيسور صغير جوه الثلاجه بسميه امبيدد سيستم، جوه الغساله. فالمهم ان في كمبيوترز كتيره عندك، وفي كمبيوتر برضه في جيبك. كلها اي بص يبقى بص اي حاجه فيها سي بي يو تعتبر كمبيوتر، سواء كبرت او صغرت. طيب هاو ماني كمبيوترز، او بيقول لك ايه؟ بص كلام مهم قوي. في بيتك في البي سي والتي في، التي في خصوصا الديجيتال بقى اللي هو بيتبرمج، والفي سي ار والدي في دي والهاي فاي والساتلايت تي في. في جيبك بقى بيبقى الكاميرا، دي تعتبر كمبيوتر لان حتى بتخزن صور، كاميرا الديجيتال كاميرا طبعا، والحاجات اللي فيها سمارت كارد ويو اس بي ميموري، كل دول يعتبروا كمبيوترز موجوده في حواليك في كل حته في الدنيا. طيب الانتراكتيفيتي، في الانتراكتيفيتي ممكن يبقى حاجه اسمها باتش بروسيسنج. يعني ايه باتش بروسيسنج؟ يعني باخد مجموعه اوامر كذا باتش. باتش يعني حزمه اوامر تتنفذ وبعدين يرجع لي الاوتبوت، زي البانشد كاردز اللي انا كنت اتكلمت عليها. البانشد كارد، بص على فكره دي كانت ورق بيتخرم فعلا، البانشنج كاردز بدخله كبروجرام ولا كفايل يقراه باتشد، وبعدين ياخد شويه الاوامر دول على بعضهم وينفذوا. بعمل لونج ويت مثلا لو انا بستخدم بالبانشنج كارد. ازاي بقى يبقى انتر اكتف؟ يبقى الفيدباك يبقى سريع. اليوزر ممكن انتراكتيف، يوزر يبقى يتفاعل مع السيستم بسرعه، بيشتغل اكتر ما
بيفكر، لان لو انت بتشتغل بايدك اكتر ما بتفكر، معناه ان الانتراكتيفيتي انت فهمت وبدات تتفاعل بطريقه اسرع مع الماشين. برضو ازاي بتنتراكت، يعني بيبقى فيه سنسورز، بيبقى فيه ديفايسز موجوده حواليك زي موضوع الاي تي ام ماشين كده. فالانتراكشن بيقول لك ايه، في مجموعه من السنسورز انت بتحس بيها الحاجات اللي داخله لك جايه لك من الكمبيوتر ليك كهيومن، وفي ديفايسز حواليك انت بتتفاعل معاها فبتنقل السيجنال اللي انت عايز تدخلها للماشين. اللي بدأ يكلمني على التكست انتري ديفايسز اللي هي الكيبوردز والفون بادز والسبيتش والهاند رايتنج، هنتكلم عليهم يعني. يعني الكيبوردز عارفين ان هي اكتر تكست انبوت ديفايس شيوعا يعني. ايه اللي عايز يتكلم في الكيبورد وده اللي يهمني الحاجات دي كلها، يعني ترتيب الليترز. يعني مثلا هنلاقي رسمه اهي اهي، يعني بص يعني لو انت تركز شويه تلاقي هو ما رتبش الليترز اي بي سي زي الالفابيتك، ده رتبها بطريقه زي كان في زمان حاجه اسمها الاله الكاتبه، والاله الكاتبه دي كنا بنحط الحروف اللي هي اكثر استخداما مثلا في اللغه الانجليزيه بتبقى تحت قريبه من ايد الهيومن بطريقه معينه. يعني لو انت تركز ليه احنا رتبنا الكلام ده، رتبوه بحيث انه مش لازم ترتيب الفابيتك، نفس الترتيب بتاع كيبورد، نفس الترتيب بتاع الآلة الكاتبة دي عشان الناس ما تغيرش طريقة الواحد صوابعه حافظة الليترز فيها كل لتر فين. طب ادي فكرة الكيبورد اهي، ترتيب الحروف بتاعتها احد الافكار يعني. وفي ناس بتعمل تفكيرات تانية، يعني لو تركز شوية تلاقي دي في ناس صممت الكيبورد بالطريقة دي. اللي انا عايزه بقى في التصميمات الكتيرة والترتيب، ان انا عايز انك تقدر تكتب يعني مثلا بدل ما تكتب 10 كلمات في الدقيقة تكتب 20 كلمة، 50 كلمة، 30 كلمة. فواضح ان الترتيب ليه نظام، الترتيب ليه نظام، ترتيب الليترز وشكل الكيبورد هو ده اللي بنتكلم عليه بقى. وشكل ان في حاجة اسمها فانكشن كيز اللي هي واخدة اللون ده، وفي هنا جزء للارقام وفي جزء تاني للارقام. يعني واضح ان الجزء ده بيتكلم عن الديزاين بتاع الكيبورد وترتيب الحروف المناسب لعمليه اللي يسرع عمليه الانتراكتيفيتي. تاني يعني ترتيب الليترز، يعني لو تبص هتلاقي هو هنا عارض لي مثلا ادي دي ترتيب الارقام والحروف في الموبايل. يعني مثلا هو بيقول ايه، مثلا في الفون باد لو انت عايز يعني مثلا عايز تكتب كلمه هالو هتضغط 4 4 وبعدين 3 3 وبعدين 3 5 بوز تستنى شويه وبعدين 5 5 5 وبعدين 6 6 6 تجيب كلمه الحروف اللي انت عايز تكتبها دي. ده معناها هو بيقيس بقى ترتيب الحروف 1 2 3 كده، ولا يكتبها 1 2 3 تحت بعض، ولا وبعدين كل كي فيه 3 حروف ولا 4 حروف. وهتلاقي في بعض الكيز اللي زي دي فيه 4 حروف. بيتكلم عن تصميم الكيبورد ازاي. خد بالك انا بتكلم على عدد الليترز على الكي وعدد الكيز نفسها. وبيكلمني بقى واضح ان الترتيب له علاقه بسرعه كتابتك لكلمه هالو مثلا. كويس، فهو ده اللي هو بيتكلم عليه. تعال نتكلم على حاجات تانية. يمكن تصميم الكالكوليتر مش كده. الكالكوليترز او بص بقى في الكالكوليترز واخد ايه. بص التليفون ترتيب الارقام 1 2 3 1 2 3 4 5 6 والكالكوليتور واخد اللي 1 و2 و3 من تحت لفوق. طيب ده معناه ان هو الفكره اللي انا بيتكلم عليها دي. الاي تي ام ماشين مثلا هتبص تلاقي، يعني سؤال انا كنت بساله كتير للطلبه، هو ليه الاي تي ام ماشين ما هو يعني حاطط الانترفيس بتاعه كله ارقام، ليه مش حاطط ليترز؟ يعني هل الاحسن كان يحط الباسورد مجموعه حروف، ولا كان يعني هم 4 ليترز او 4 ديجيتس زي في الاي تي ام هيكون اسهل؟ ولو تركز في الاي تي ام اليوزر مش مطلوب منه يكتب اي تكست، فواضح عشان الانتراكتيفيتي تبقى مع يعني مع الماشين تبقى اسهل. يبقى اذا الجزء ده بيكلمني عن ايه اللي هو الجزء بتاع الكيبورد. الجزء بتاع الكيبورد بيكلمني على
بيكلمني على ترتيب الكيبورد والديزاين بتاع الكيبورد وسرعتها في عمليه الانتراكتيفيتي. ارجع تاني للاول بتاع الجزء الكيبورد، هعدي عليه بسرعه. هو عايز يقول لي ان الكيبورد اشكالها ايه، ممكن الارنجمنت بتاع الليتر يبقى ازاي، شكل الفيزيكال ديزاين بتاع الكيبورد يبقى ازاي، ده شكل التصميم الكيبورد. برضو هنا بيقول لك ايه، بعض الكيبوردز ممكن تستخدم 5 كيز بس، هو وفي الحاله دي هيبقى على كل كي هيحط اكتر من ليتر، فهيضطر زي فكره الموبايل كده، هم مستخدم 9 كيز يعني 9 كيز يكتب بيها كل الليترز، فبالتالي هيحط على كل لتر على كل ديج على كل كي 3 4 ليترز. طب هل دي تبقى اسرع ولا ابطا وهكذا. هو هنا مثلا اهو مستخدم لكل الالفابيت كلهم من اول الاي بي سي لحد الزد مستخدم بالظبط 9 مفاتيح، مستخدم 9 كيز. في ناس لسه ما كتبوش اسمهم في الشات عشان اتندنس، يا ريت يكتبوا اسمهم، في حوالي 4 لسه ما كتبوش اسمهم. تمام، خلصنا الجزء بتاع الرايتنج. هو بيقول لي انا ممكن اشغل الكمبيوتر باستخدام الهاند رايتنج ريكوجنيشن، طبعا الدنيا هتبقى اصعب، يعني اكتب اللي انا عايزه على ورقه وبعدين قدام كاميرا احط اللي انا كتبته وهو السيستم يشغله، ده معناه ان انا ممكن انتراكت مع الكمبيوتر بالهاند رايتنج. طبعا الدنيا هتبقى اصعب لو انت عملت حاجه زي كده، لان الهاند رايتنج كل واحد بيكتب الاي بطريقه مختلفه وبيكتب البي بطريقه مختلفه والسي بطريقه مختلفه، فهيبقى الانتراكتيفيتي اصعب كتير. ويبقى انا ممكن انتراكت مع الكمبيوتر لو هو بيفهم الهاند رايتنج عن طريق كاميرا وسوفت وير يقرا الصوره اللي قدامي وبعدين يبتدي يفصل الليترز فيعرف الاوامر اللي انا عايز ادخلها. السبيتش ريكوجنيشن هو هنا بيقول لي ممكن انتراكت باستخدام الصوت، طبعا باستخدام الصوت لو هو هيبقى يوسفول سكسسفول امتى، ده هو سنجل يوزر، لو واحد بس صوته بس هو اللي بيستخدم الكمبيوتر هيقدر الكمبيوتر يقدر يتعرف على صوته وطريقه قرايته للليترز والكلام. بس في مشاكل في السبيتش ريكوجنيشن، لو انا عايز انتراكت مع الماشين بالسبيتش هيبقى في اكسترنال نويز، هيبقى في امبريسيشن، يعني ممكن يكون واحد بينطق بطريقه مش مظبوطه، الفوكابلاريز كتيره يعني الكلمات كتير ومصطلحات كتير، هيبقى ان انا عندي داتابيز يعرف كل مصطلح ويعمل بيه ايه، والديفرنت سبيكرز لو هم في اكتر من واحد بيتعاملوا كل واحد صوته مختلف عن الثاني وسرعته في الكلام هتبقى مختلفه عن الثاني، فواضح ان في السبيتش ريكوجنيشن في صعوبات، في الهاند رايتنج انترفيسنج برضه في صعوبات، في الكيبورد اكيد برضه السؤال المفتوح كم كي، طب ترتيب الكيز ايه في الكيبورد، طب كل كي ياخد كم لتر، دي الاسئله المفتوحه على حسب الديزاين بتاع الكيبورد نفسها. كل الحاجات دي بتسهل الانترفيس او بتصعب الانترفيس مع الكمبيوتر. الكيبادز اللي زي دي او بيقول لك في الكالكوليترز والبي سي والكيبوردز بالتليفون بستخدم الترتيب ده، او والكالكوليتر بستخدم ترتيب تاني، والاي تي ام عاده بتبقى شبه التليفون بالظبط ترتيب الارقام اللي فيها. البوزيشننج والبوينتنج ديفايسز قصده الماوس والتاتش باد والتراك بولز والجويستكس والتاتش سكرين والاي جيز والكيرسورز والتابلتس، نشوفهم واحده واحده. الماوس هو ذا موست كومن ديفايس في الانبوت الشهيره، وبيبقى فيه مجموعه من الباتونز، ممكن يكون واحد وممكن يكون اثنين، يعني اول ما اخترعوا الماوس كان فيه باتون واحد للسليكشن وبعدين بقوا اثنين ودلوقتي بقوا ثلاثه، وبقوا بلانر موفمنت يعني ايه، بيتحرك في اكس وواي، ما بيتحركش في اكس وواي وزد عشان يحدد لك الكيرسور فين. ماوس لوكيتد اون ذا ديسك توب، بيتحط على الديسك توب زي كده وبعدين ببتدي احركه في اكس وواي فبحرك الكيرسور وبعد كده سيلكت. سهل جدا وفيري كومن. بيشتغل ازاي؟ في منه ميكانيكال وفي منه اوبتيكال، انا بمر على الحاجات اللي هي بسيطه دي بسرعه يعني. في ماوس ايفن باي فوت، يعني بيقول لك ان سام اكسبيرمنت، يعني في ناس عملت حاجه اسمها الفوت ماوس، الماوس اللي في بعض الماشينز بيشغلوها بالرجل، يعني لو انت
شفت مكن الخياطه الهيومن بيتعامل مع زي ما انا وانا بسوق عربيه، بقى انتراكت مع العربيه بايدي ورجلي مش بايدي بس. طب واضح ان طب انا لو عملت كل حاجه بالايد، الفرامل والبنزين ومش عارف ايه، حتى تلاقي العربيات اللي معموله للناس اللي هم السبيشال نيدز ما بيبقاش حاطط في يعني في حاجه برجله خالص، كل حاجه بايده. لو انت بصيت مثلا على سبيل المثال في حاجه اسمها الفيزبا، الفيزبا دي ما بت هي زي الموتوسيكل كده، ما فيش اي حاجه تحت رجلك، هي كله في ايدك، بنزين وفرامل ويمين وشمال كله في ايدك. فواضح هو كان هنا كانوا بيجاوبوا عايزين يعملوا حاجه اسمها الفوت ماوس. هل الكلام ده ممكن ولا مش ممكن؟ اكيد التجربه يعني جربوها في الكار بيدلز بيستخدموها في مكان الخياطه زي ما هو بيقول اهو، الانتراكتيفيتي بالايد والفوت كمان في نفس الوقت. برضه في البيانو، بتلاقي في البيانو برضه في حاجات بتبقى بالايد وبالفوت في نفس الوقت، انتراكتيفيتي بحاجتين في نفس الوقت. التاتش باد بيقول لك ايه، سمول تاتش سنسيتيف تابلت، ستروك تو موف ماوس يوز مينلي ان ذا لابتوب اند كمبيوترز، بتبقى اسرع طبعا. امتى بقى لو انت عايزها تبقى اسرع، يبقى الدنسي بتاعت البيكسلز بالانش تبقى اعلى، انما لو عايزها تبقى ابطا يبقى الدنسي بتاعت البيكسلز اللي هي التاتش سكرين اللي هي اقل في بيكسلز بالانش، وبتستخدم في الاكيوريت بوزيشننج. ده قصده التراك بول، ده برضه نوع من انواع البوينتنج ديفايسز، دي بول روتيتد انسايد ذا ستاتيك هاوسنج، اللي هي كان في ماوس كده زمان على بعض اللابتوبس بيبقى عباره عن كوره انت بتقعد تتحرك حركه يمين وشمال، استخدامها اقل شويه دلوقتي. الجويستكس اللي هي بتاعت الجيمز دي برضو دي نوع من انواع الانترفيس اللي هو ممكن يبقى 3 دي شويه مش 2 دي زي الماوس. الماوس العادي ده 2 دي، 2 دي عشان الماوس بيتحرك في اكس وواي. التاتش سنسيتيف سكرينز، دي التاتش سكرين دي ديتكت ذا بريزنس اوف فينجر اون ذا ستايل اون ذا سكرين، بتعرف انا كل فينجر بتاع كل واحد فين، هو يعتبر بوينتنج ديفايس ودايركت يعني زي بعض اللابتوبز بيبقى برضه تاتش سنسيتيف سكرينز يعني على الشاشه نفسها او على الباد نفسها. اللايت بين، في حاجه اسمها اللايت بين اللي بيستخدم في بعض الموبايلز، هو دلوقتي استخدامه قليل سواء نوع من انواع الانترفيس. الديجيتايزنج تابلتس، الماوس بتاعه لايك ديفايس ويز كروس هيرز كده يعني بيستخدم في السبيشال سيرفيسز، دقيق جدا زي في عمليه الديجيتنج للمابس. الاي جيز، وده حاجات موجوده دلوقتي ان انا ممكن استخدم يعني الحاجه اللي اركز عليها بعيني هو معناها اللي انا اخترتها، فانا بركب كاميرا واشوف الهيومن بيبص على ايه بالظبط يبقى عايز ينفذ الامر ده، يبقى انا هحط الاوامر في هيئه ايكونز، واول ما الهيومن يركز على ايكون بعينيه الكاميرا هتصوره هيعرف ان هو عايز ده فبالتالي ينفذه، يبقى انا قدرت اعمل انتراكتيفيتي عن طريق الاي جيز او يعني ايه تحديق العين، يعني انت تبص في حاجه بتركيز الكاميرا تصور ان انت باصص في الاوبجكت ده بتركيز، فيبقى ده الحاجه اللي انت عايزها، ده نوع من انواع الانتراكتيفيتي. برضه هو بيتكلم برضو على الكيرسو كيز، يعني الكيرسو كيز هنا في الباور بوينت ده بيكلمني ان هو ممكن يبقى بالطريقه دي فوق تحت يمين شمال، ممكن يبقى بالاربعه دول زي ما انا، ممكن يكون بالشكل ده يعني ممكن يكون بالشكل ده او بالشكل ده او بالشكل ده، الموست كومن هو الشكل ده للترتيب بتاعه. برضو هو بيقول في بعض الحاجات زي الريموت كنترول بيبقى ليه ترتيب معين وكيز بطريقه مختلفه عن الكيرسو بيت. الديسبلاي ديفايسز معايا يا شباب، سامعيني كويس؟ ايوه دكتور. طيب الديسبلاي ديفايسز بقى قصده على الشاشات، احنا دخلنا في الجزء الجديد بقى الشاشات، والشاشات دي برضو كله كلام بسيط فهنحاول نخلص الشابتر دوت النهارده ان شاء الله. الشاشات بيبقى ليها ريزوليوشن وبيبقى ليها دايمنشن، فهو هنا بيتكلم ادي الصوره، ممكن اكبرها شويه اكبرها لحد ما تبقى
مبكسله كده زي ما بيقولوا، مبكسله يعني البكسل باين، المربع ده يعتبر البكسل. فيعتبر كل ما اكبر ممكن اوصل للدوتس اللي هي البكسلز اللي هي على الشاشه، لحد ما اوصل للشاشه. الشاشه ليها ريزوليوشن زي ما احنا شايفين، الريزوليوشن هو النمبر اوف بيكسلز اون ذا سكرين، 1024 في 768. الدنستي بقى البكسل، على فكره الريزوليوشن غير طول وعرض الشاشه. الشاشه ليها اسبكت ريشيو اللي هو النسبه بين الطول والعرض، عاده بتبقى 4 على 3، العرض طبعا اكتر، الطول بتاع الشاشه بيبقى اقل. يبقى اذا الرقم ده مقصود بيه الويدث، الثلاثة ده اللينس، مع ان اللينس المفروض اطول بس في الشاشات العرض اكبر، فيبقى 4 على 3 او 16 على 9. دي بيسموها الوايد سكرين. والكلر ديبس دي الفيتشرز بتاعت اي شاشه، الريزوليوشن والاسبكت ريشيو اللي هي النسبه بين الطول والعرض، هو ريشيو بتوين ويدث اند هايت. الكلر ديبس بيبقى هاو ميني ديفرنت كلرز فور ايتش بيكسلز. فانا بقول لك ايه الحاجات اللي بتاثر في اختيارك للشاشه عشان الانتراكتيفيتي، فهتقول لي الريزوليوشن والاسبكت ريشيو والكلر ديبس. الكلر ديبس يعني ممكن اللون امثله ب 8 بيت، وممكن اللون الواحد امثله ب 4 بيت وب 2 بيت. فمعناه ان انا كده بدي تفاصيل الوان اكتر، دي بيسموها كلر ديبس. طيب نشوف اللي بعدها برضو. لو مثلا دي بيسموها السامبلنج ريت. السامبلنج ريت ممكن السامبلنج ريت، خد بالك بص ده، دي كده الخط واضح، هو هنا قبل ما الخط ده يختفي رسم خط تاني، فيعتبر عشان السامبلنج ريت قليل حصل تداخل في الصوره، بيسموها الانتي اليزنج. التداخل ده نتيجه لانخفاض السامبلنج ريت. السي ار تي، الشاشه السي ار تي دي بيبقى شكلها كده، بيبقى فيه الكترونيك بيم، والالكترونيك بيم بيخبط في حاجه اسمها فوسفوريك اليمنت، والفوسفوريك اليمنت دي بتسبب اضاءه. دي الاستراكشر بتاعت السي ار تي او الكاسيد ريتيوب، اللي هي الشاشات الكبيره بتاعت زمان حجمها كبير. الشاشات دي مش موجوده دلوقتي، بقت الشاشات كلها ال سي دي او ال اي دي. ايه مشكله الهيلث هازارد اوف ذا سي ار تي؟ بتطلع اكس راي، بتطلع الترا فايلوت وانفرا ريد، لان خد بالك بيبقى جواها هاي فولتج، الكلام ده مش موجود في الشاشات الحاليه العاديه. بتعمل راديو فريكوانسي ايميشن، برضه بتطلع بتعمل نويز، وبتعمل الكتريكال فيد، مشاكلها كتير قوي. بس على فكره الريزوليوشن بتاعها اعلى ريزوليوشن، فانما والفوت برنت بتاعها كبير، بتاخد سبيس كبير، ما اقدرش اعمل منها شاشه مثلا 100 بوصه، هتبقى كبيره جدا. في بقى بعض النصائح، دونت سيت تو كلوز تو ذا سكرين، دونت يوز فيري سمول فونتس. طبعا السمول فونتس هتخليك تدقق. دي نصائح كده في ليكويد كريستال ديسبلاي، دي ال سي دي هتبقى اصغر من السي ار تي واخف، ما فيش راديشن بروبلم. بس هي المشكله بقى ان الريزوليوشن بتاعها اقل شويه. بتشتغل ازاي؟ في حاجه اسمها بولارايزد ليكويد، فعلا يعني ليكويد قابل للتأين، والتأين ده بيخليه يطلع اسمه بولاريزيشن. التأين ده بيخليه يطلع الوان طبقا للالوان اللي انا عايزها تظهر. فهو الفولت بيتحط على البيكسلز اللي انا عايزها تلون لحد فولت معين يديك لون معين وهكذا، فبتحصل على الكلرز اللي انت عايزها. بيحصل للليكويد ده حاجه اسمها بولاريزيشن، تأين طبقا للفولت اللي انت بتحطه على البيكسل ده، فبالتالي بيدي الكالر اللي انت عايزه. انت بتظبط بقى على حسب الكالرز اللي انت عايز تظهرها على الشاشه. السبيشال ديسبلايز حاجه اسمها راندوم سكان. راندوم سكان دي اللي هي بترسم في اي حته على الشاشه، مش شغاله بيكسل بيز. بيكسل بيز يعني بيمشي على البيكسلز بالترتيب، بيمشي على بيكسل بيكسل بالترتيب. انما راندوم سكان البيم بتاع رسم الصوره ولا رسم الشكل بيمشي في اي حته في اي وقت، دي معناها راندوم سكان. على حسب يعني انت لو عايز خط بالعرض كده هيمشي هو بالخط بالعرض سواء يمين او شمال. تمام. اللارج ديسبلايز يوزد فور ميتنج، عاده بقى في المحاضرات والكلام من ده، فبنستخدم بلازما سكرين للحاجات اللي هي بقى 30 بوصه و40 بوصه و50 بوصه، بنستخدم بروجيكتور في بعض الاحوال او الداتا شو، كل دي تعتبر في الحاجات اللي هي لارج ديسبلايز. الديسبلاي لو في بابليك بليس لازم يبقى كبير طبعا، ممكن يكون للعرض فقط، ممكن يكون للانتراكتيفيتي، يعني خصوصا في الحاجات الجيمز
يبقى مطلوب ان الشاشه تستخدم للتفاعل بالاضافه للرؤيه. التفاعل ده يعني انا اعمل حاجه على الشاشه وهو يرد عليا وهكذا، دي اسمها انتراكتيفيتي. ادي الديسبلاي زي ما بيقول لك، الديسبلاي لازم يكون واضح ويكون بشكل السايز بتاعه كبير بحيث كل الناس تشوفه. ده بقى سواء ارتفاعه او حجمه او غيره. اللي برضه من الحاجات اللي هي بتستخدم في الانتراكتيفيتي الورق. الورق بقى بيبقى ليه ثين، في رفيع، في تخين، في على حسب بقى الطباعه بتتم ازاي عليه وهكذا. الحاجات الفيرتشوال رياليتي وال 3 دي انتراكشن. الفيرتشوال رياليتي هنا بقى بيقول لك ايه الفيرتشوال رياليتي اند 3 دي انتراكشن بوزيشننج ان 3 دي سبيس. الحاجات بقى ازاي، في فرق بين الفيرتشوال رياليتي والاوجمنتد رياليتي، وده سؤال بيجي كتير، الفرق بين الفيرتشوال رياليتي والاوجمنتد رياليتي. الفيرتشوال رياليتي بيبقى فول فيرتشوال وورلد، الاوجمنتد رياليتي بيبقى ما هوش فول فيرتشوال وورلد ولا حاجه، هو عباره عن جزء ريل سيستم، جزء حقيقي بالاضافه لجزء فيرتشوال، يعني شخصيه فيرتشوال جوه بيئه حقيقيه تديني حاجه اسمها اوجمنتد رياليتي. الواقع المعزز يعني يا دكتور؟ ايوه بالظبط، الاوجمنتد رياليتي هو الواقع المعزز. معزز ايه؟ بفيرتشوال اوبجكت. يعني زي فيلم افاتار كده، افاتار نفسه شخصيه افتراضيه، انما الناس كلها كان ناس طبيعيين متصورين بكاميرا، يبقى ده اوجمنتد رياليتي على طول. في لعبه اسمها بوكيمون تقريبا برضه دي اوجمنتد رياليتي، يعني فيرتشوال اوبجكت جوه ريل انفايرمنت، انما الفيرتشوال رياليتي كلها فيرتشوال اوبجكت وانفايرمنت كمان كله فيرتشوال. ازاي بقى تعمل البوزيشننج في 3 دي سبيس؟ في حاجه اسمها 3 دي ماوس، اللي هو فيه اكس ممكن انت تحركه في اكس وواي وزد وتعمل له الستة ديجري اوف فريدم، يعني تميل حوالين اكس، تلف حوالين اكس بالفا، وحوالين واي ببيتا، وحوالين زد بثيتا او وات ايفر. قصده ايه بقى 6 ديجري اوف فريدم؟ يعني ثلاث حركات اكس وواي وزد وثلاثه روتيت حوالين كل محور روتيت، يبقى اديك حاجه اسمها 6 ديجري اوف فريدم. دي الحاجات اللي هي بتستخدم في الداتا جلوفز. دي بيقول لك ايه عاده، انا ممكن بتلبسها انت في الحاجات بتاعت الفيرتشوال رياليتي وتقدر تعمل حركات في 3 دي، وانا اقدر اديتكت البوزيشن في 3 دي. ممكن برضو بعد الحاجات بتلبسها في الهيد، وبعد كده انا من حركاتك بيها بقدر احدد اللي انت عايز تعمله في 3 دي او في 3 دي سبيس. اهي روتيت حوالين اكس، روتيت حوالين واي، روتيت حوالين زد بزاويه، وبعدين الحركه في اكس وواي وزد بزاويه، ده يديك ال 6 دي اوف فريدم. 3 دي ديسبلايز بيقول لك الديسك توب. 3 دي ديسبلايز يا اما يبقى ديسك توب، ده بيبقى اوردينري سكرين وماوس وكيبورد، وباثر عليك بال 3 دي افكتس. ازاي ابص في 3 دي؟ ولازم البس حاجات خاصه بقى، ستريسكوبيك فيجن، لازم استخدم حاجات زي الهيد ماوند ديسبلاي عشان انا اقدر اشوف في 3 دي. ده بالنسبه للحاجات بتاعت الفيرتشوال رياليتي. الفيرتشوال رياليتي ليها ديفايسز خاصه بيها، هاردوير ديفايسز انا بستخدمها عشان تحسسني بحاجه اسمها ليفل اوف اميرشن. ليفل اوف اميرشن يعني ايه؟ مش انا بتفرج على الفيلم، لا ده انا عايز احس ان انا جوه الفيلم، جوه الحدث اللي بيتم قدامي. اهو زي ما هو لابس حاجات، ابص هو شايف من عينيه ان في ده وده، فهو ده يعني ده كده شايفها في الطبيعه، انما هنا انا شايفها باستخدام فيرتشوال اوبجكت عن طريق حاجات مخصصه انا ببص فيها او بلبسها بتوريني، بتحسسني بالليفل اوف اميرشن. ليفل اوف اميرشن بيسموه مستوى الانغماس، ايه انت جوه الحدث ازاي. كان زمان في حاجه اسمها وما زالت حاجه اسمها بنغام حرب اكتوبر، تخش تتفرج على البانوراما تلاقي الحرب من يمينك وشمالك وفوق وتحت، فانت تحس ان انت جوه الحرب مش مجرد بتتفرج عليها من بره. برضو الحاجات الفيرتشوال، المشاكل بتاعت الفيرتشوال رياليتي موشن، طبعا الحاجات فيها تايم ديلي، الدبس بقى يعني الحاجات البعيده ممكن ما تشوفهاش صغيره التايم ديلي، لان الحاجات لما تتحرك هتاخد وقت، فانا احس ان في مشكله حاصله مع وجود التايم ديلي. ممكن حاجات بقى تدي اشارات عكس بعض نتيجه للديلي ده، فانا افهم ان الموضوع سيميوليتد ما هوش طبيعي يعني.
السيميليتورز برضو في سيميليتورز وفي اركيفز. اول دي زي فكره برنامج حرب اكتوبر كده، ان انا بدخلك في غرفه معينه اعرض عليك حاجات، دي نفس الفكره بالظبط، اعرض عليك حاجات من كل اتجاهات، فبالتالي انت تحس بالامكشن بانغماسك في الحرب نفسه. فانا هدخلك في روم كنترول عشان احسسك، دي اسمها الكيفز، عشان احسسك بالامكشن، وهحط بعض الهاردوير ديفايسز ان تحس ان انت قاعد مع ناس تانية، مع اوبجكتس تانية معروضه قدامك وهكذا. السبيشال ديسبلايز والجيجز والساوند، حاجات بقى بتاعت البايو سينسينج. بيقول لك مثلا الديديكيتد ديسبلايز زي الدايلز والجيجز والحاجات واللايتس دي، ممكن يعني مثلا لمبه العربيه اللي بتنور عشان الزيت في مشكله، دي تعتبر نوع من انواع الانتراكتيفيتي عن طريق ضوء احمر وصوت. ممكن اعمل ديجيتال ديسبلاي، اعمل بدلها بدل اللمبه اعمل درجه حراره بارقام، واول ما توصل عند 60 تدي الارم. دي اسمها ديديكيتد ديسبلايز، اللي هي الديسبلايز المستخدمه في الانتراكتيفيتي. برضو الاصوات، يعني مثلا الكمبيوتر لما يجي يقول لك في مشكله في الرام وانت بتستارت اب، بتلاقيه بيديك بيبز باصوات معينه، فده نوع من انواع الانتراكتيفيتي او صفاره باستخدام الصوت. فساعات يعني الاي تي ام ماشين بتتفاعل معاك بالصوت وبالحاجه والصوره، يعني الالارم بيبان قدامك والصوره والفويس باللغه اللي انت عايزها بيظهر قدامك، فبالتالي الانتراكتيفيتي بالاثنين. فواضح ان الساوند هو احد عناصر الانتراكتيفيتي. التاتش والفيل والسمال دي برضو احد الطرق اللي انا بكونكت معاك بيها، واضح ان هو بيكلم الهيومن بالحاجات اللي هو يقدر يحس بيها، اللي هو اللمس. في الجيمز عاده ممكن يبقى فيه فايبريشن، ممكن يبقى فيه فورس فيدباك. في السيميليشن برضو يعني انا اقدر انقل حاجه فيها فايبريشن، فيها احساس، بس انقل يعني اقدر انقل احساس البرد او احساس الحر للهيومن. يعني انت بتحس الحر ازاي؟ مش بانك تقرا درجه حراره. طب انا اقدر يعني سنسز او تاتش زي الحراره دي نقول له ازاي؟ في حاجات صعبه الترانسميشن او صعبه التفاعل مع الماشين باستخدام ان انت ممكن تتعامل مع الاوبجكتس الحقيقيه بمجرد انك تتاتش الحاجه تعرف درجه حرارتها او تعرف اذا كانت سخنه ولا لا. الانتراكتيفيتي مع الكمبيوتر بالتاتش ده هيبقى صعب شويه. برضو مثلا حاجه اسمها البي ام اي، يعني انت ممكن تستخدم اللويد بالطريقه دي كده، ممكن انا استخدمها مثلا عايز مثلا اتحكم في سرعه حاجات، فانا ممكن اعملها بتلف يمين بتلف شمال اسهل. دي برضو مثلا الفيزيكال كنترولز، يعني في بعض الوشنج ماشين بيحطوا الزراير كده وفي حاجه بتلف يمين وحاجات بتلف شمال، ودي لارج، دي بيسموها الاندستريال كنترول، ازاي بترتبهم ازاي بتتفاعل معاهم، زي فكره ازاي بترتب يعني في ناس عندهم اللي هو بتاع تغيير السرعات ده تحت رجله، وفي ناس في بعض العربيات تغيير السرعات ده فوق في الايد بالايد. فواضح ان ده بيعمل انتراكتيفيتي وده بيعمل انتراكتيفيتي تاني، فهو بيتكلم كده على الفيزيكال كنترولز، ترتيبها واذا كان مثلا بتروتيت ولا مجرد زرار ولا حاجه بتزيد وبتقل وهكذا. هنا دي مستخدمه برضو بس تيني باتونز، حاجات صغيره. حجم الكي مهم قوي، واذا كان بيروتيت ولا لا مهمة قوي وهكذا. يعني في مثلا بعض المراوح السرعات بتبقى بتروتيت، وبعض المراوح السرعات بتبقى كيس زي كده. واضح ان ده انترفيس وده انترفيس تاني، انه الاحسن وانه الاسوأ، ده الحاجات اللي بندرسها، دي اسمها فيزيكال كنترول. في الانفايرمنت والبايو سينسنج، يعني ايه انفايرمنت؟ يعني لو انت عايز تقيس حاجات في الانفايرمنت كتير، حاجات في الانفايرمنت ممكن استخدم زي مثلا سويتش لكل مفتاح، استخدم الترا ساوند ديتكتورز، استخدم حاجات اسمها الار اف اي دي اللي هي الحاجات بتستخدم لتتبع الاوبجكت، فيديو فريكوانسي ايدنتيفيكيشن، يعني حاططها على كتاب عشان تعرف لما الكتاب ده يتحرك في المكتبه تعرف هو فين. دي بيسموها بايو سينسنج، بتقيس حاجات سواء مكان او بتقيس حراره او بتقيس ضغط وبتبعتها في مكان تاني. And even بيقول لك الايرز سكانرز والبادي تمبريتشرز، كل الحاجات دي تعتبر تولز من تولز الانتراكتيفيتي، اللي بتقيس حاجه وتبعتها للسيستم. برضه في ناس دخلت، لان انا شايف دلوقتي اللي كتبوا في الشات 22 واحد، في 27 واحد معانا، يعني معناه ان خمسه ما كتبوش اساميهم،
او واحد داخل بجهازين اي حاجه بقى. البيبر برينتنج اند سكاننج ديفايس، السيشن ده قرب يخلص، ناقص له حوالي 3 دقائق او 4 دقائق. ممكن ان انا انتراكتف الورق دكتور. هو انا دكتور معلش انت ايه قول. انا كتبت اسمي وبعد كده النت قطع وفتحت تاني فدخلت تاني، اكتب اسمي تاني ولا اعمل ايه؟ لا لا معرفش انا الناس دي. كفايه مره، هو الشات بيتخزن مره واحده. كفايه مره، لا كفايه مره ماشي. البيبر اند برينتنج سكاننج برينتنج تكنولوجي، برينتنج بقى بيبقى ليه دوت، ليه ريزوليوشن وليه سبيد وليه كوست. دي الكريتيكال فيتشرز بتاعت اي عمليه، السايز والسبيد بتاع الدوتس اللي هي النقط، او بيسموها دوت بير انش اللي هي الدي بي اي، والكوست بتاعته. التايب بقى بتاع البرينترز، في دوت ماتريكس كلام فاضي وهايف يعني، وانك جيت وليزر برينتر. الليزر برينتر دي بتبقى الانك بتاعها باودر، انما الانك جيت بتبقى ليكويد. دي ممكن تدي ريزوليوشن ودي تدي ريزوليوشن تاني. الدوت ماتريكس بتشتغل في البنوك والحاجات اللي زي دي. في ثيرمال برينترز اللي بتستخدم زي حاجات بتاعه الفاكس والكلام من ده، ما بتستخدمش حبر بس بتاثر بالحراره في حتت معينه باشكال معينه عشان تعمل الليترز، زي الفاكس ماشين، زي ما هو كاتب اهو فاكس ماشين. الفاكس ماشين ما فيهوش انك، عشان كده لو انت اي فاكس اتطبع قدامك حطيته في الشمس فتره طويله هتلاقي الحروف اتمسحت ورجعت الورقه بيضه تاني. الفونت بقى ده معناه ان السايز بتاع كل حرف، كلام بسيط. البيتش اللي هو الفيكسد بيتش، افري كاركتر هاز اسيم ويتس ولا لا، نفس العرف ولا ده بيسموها البيتش فاريبل بيتش. وفي حاجه زي كده يعني، هنا البيتش الفونت ده البيتش بتاعه مختلف، انما دول كلهم ثابتين اهم نفس السايز سواء كابيتال ولا سمول. برضو بيقول لي انواع الفونتس يعني واشكالها بتفرق. ريدابيلتي اوف ذا تكست، ممكن يبقى لور كيس ايزي تو ريد شيب اوف ووردز، الابر كيس بيتر فور اندفيدوال ليترز، يعني لو حرف واحد يستحسن تكتبه اندفيدوال ليتر زي كده، بي اي مش عارف كذا يستحسن تكتبهم كابيتال. تمام. بيبر ديسكريبشن لانجوج، ممكن تبقى بيج افري كومبلكس، ممكن كان بي كونفكتد انتو بيت ماب اند سنت تو ذا برينتر مره واحده، يعني ممكن لا تطبع لاين لاين، في بيطبع الورقه مره واحده زي الليزر كده. دي طريقه تحويل الحاجه المطبوعه للبرينتر. في سكرين اند بيج، في حاجه اسمها وات يو سي از وات يو جيت، اللي انت شايفه قدامك هو اللي هيطبع بالظبط. ده والسكرين بتبقى 72 دوت بير انش، انما لما تيجي برينتر تبرنت بتطبع 600 زي الدي بي ار، دي بي اي يعني 600 دي بي اي، يعني السكان الكاميرا والحاجات دي، قصدي السكانر والبرينتنج بيبقى فيه على حسب الريزوليوشن بتاعها، على حسب الدي بي اي اللي هو تقدر تطلعه. السكانر زي السكانر بتاخد الورقه عند كونفيرت انتو بيت ماب ايمج. فلات بيد، ممكن في نوع منها فلات بيد وفي هاند بيد. تيبيكال ريزوليوشن السكانر من 600 دي بي اي ل 2400 دي بي اي. دي السكانرز بتستخدم في الديسك عشان احول الصور لفايل. في سبيشال سكانرز للحاجات اللي هي الصور والحاجات اللي زي دي. هو ناقص دقيقه هنقف عند السلايد دي، احنا وقفنا كده عند السلايد 71، نكمل المره اللي جايه من اول سلايد 72. ناقص اقل من دقيقه هنقفل على كده، وهديكم سيشن تاني هنبتدي بعد 5 دقايق. انا عايز اخلص الباوربوينت ده، ناقص 28 سلايد والباقيين مش هياخدوا ربع ساعه. تمام. فالسيشن هيقفل وبعدين هبعت لكم لينك تاني على الواتساب للسيشن الجديد. تمام يا شباب، احنا وقفنا عند سلايد 71، هنبتدي عند سلايد 72. تمام يا دكتور. تمام. وهسجله، انا سجلت دوت وهسجل الثاني ان شاء الله وارفع لكم الاثنين كريكورد ان شاء الله. امتحان السابع انتوا عايزينه في الاكاديميه ولا عايزينه اونلاين؟